السلام عليكم. متابعي صفحة أطلس وايلد، نتواجد في قمة أمندش 1600 متر، وبالضبط في منطقة بلاطو تيشكا، مسطح تيشكا اللي كيتواجد في الجنوب الغربي ديال الأطلس الكبير. حنا اليوم 12/12/2016. تحية للشباب، هذا الأخ يوسف، هذا الشباب الآخرين، السيد هشام والسيد حسن اللي تحت بنا الآن. وهذه القمة صراحة وصلناها بعد هناء مع الثلج ومع البرد ومع لكن كل شيء في خاطر الطبيعة. تحية كاع الناس اللي كيعشقوا الطبيعة، تحية كاع لي غوندونور ديال المغرب. علي السلام عليكم، صافي بليزير نبارطاجي معكم هذا المومو هذا. We'll be right back.